بحال هادي في الباسكت كتحسب دو بوان، وبحال هذا كيسجل دو بوان كيشري بالماء. الصديق ما عنده حتى شي مشكل مع بحال هاد الرميات. هاد الزوج اللي عنده مشكل كي غايديروا حتى يسخنوا في هاد التيران مع هاد العملاق. خلا فيهم غدا وبكا وخدام كيعمر في ديك الشبكه. تاع عملاق فكيفاش غيبانوا لك هاد الناس تاع راه تبارك الله، يعني راه ملي كتشوف انا كي قلت لك انا كنشوف القلقوله ديال الريوز ديال عباد الله، يعني كلهم كنشوفهم. اما بالنسبه للمشكل الكبير اللي عندي هو الحوايج، الملابس ديالي ما تلقاش ملابس ديالي، يعني كاين بعض المحسنين اللي تيصيفطوا ليا من برا بالنسبه للسبرديله، اما السبرديله ولا الصباط ما كايناش. مازال طامعين تلعبوا معايا غير نساو، علاش ما تقلبوهاش قول فازور؟ ايوا سيروا خليوني نسخن. بالنسبه للسبادريه كنلبس 54 اللي كنلبس فيها، بالنسبه للطول ديال السروال خاصني متر و20 ولا 22. نعطيك مثال، هاد الجاكيطه هادي فانا مكمل ليها الكمام باش توصل قدي. ايوا هي ما غنتكساوش دابا ولا شنو؟ بالنسبه للدار فانت كتعرف اغلبيه البيبان راه كيلبى فيه متر و90 الى يعني، فانا راسي كله مبرقع بالبيبان ديال الدار، يعني كنسى راسي انا بعض المرات كنحس براسي خبطت راسي مع البيبان، يعني وهذا الشيء ماشي غير في الدار، يعني فين ما دخلت يعني فين ما مشيت. اما بالنسبه للناس فانا ما كنعس لا على السداري ولا على ناموسيه، لان ما كاينش قدي، فانا تنعس في الارض، تنفرش في الارض وتنعس في الارض. مشكله هذه ديال بصح. ايوا كيف غدير مع الطاكسي ابيض والطاكسي الاحمر والسينما والطوبيس وحتى مع هاد الناس اللي كيتفرجوا فيك؟ انتم مازال هنا، انا نخلص على كل واحد عصير وبانيني الى مس الكره. راه ما عندكم باسكيت؟ انا اولا انا حبيت هذيك الرياضه، انا كنت باغي مشيت، ولدرجه انني مشيت لواحد النادي كاين هنا في الدار البيضاء، ويعني ما احتضنيش هذاك النادي رغم انه شاري لعاب افريقي انا اطول منه. وكان المشكل هو انا ما عنديش فلوس باش يعني خاصني باش نشري سبادريا ونشري سيرفيط ونشري كذا. قلت لهم انا ما عنديش هذا الشيء، يعني انتم يات. قال لك لا ما عندنا ما نديرو بك، فحرموني من هذه الرياضه. انا يعني كانت عندي هذه الرياضه حرموني منها بزاف. الا حرموك من هذه الرياضه ما يقدروش يحرموك من الجمهور ديالك اللي فين ما كنتي كيحتفلوا بك كأطول بيضاوي وياخذوا معك الصور. وما كينساوش كذلك انك مسرحي تقدر تخلق الفرجه من والو وبوالو. ومن الروح المريحه ديال الصديق اخترنا لكم هذا الحوار الكوميدي. اكسيون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وفين السي سعيد؟ انا الجريده اخويا. وين انا؟ انا الجرده اللي قلتي لي انا فيها. انا حداك. وين انت؟ اين الجرده؟ فين؟ انا حداك اخويا. فين حدايا؟ دي انا دور عندي غض عندي. القصير ضحك الطويل والطويل ساعد القصير باش يمشيو في طريق وحده بلا تفريق وبلا ما يتبجح ويعيق ولا حتى يحقرو ويخليه في نص الطريق.